اهلا بيكم في حلقه جديده من الكوره في ملعبك. النهارده هنحلل مباراه ريال مدريد واتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد ابتدى بخطه 4 4 2 في حارس المرمى جابي قدامه سافيتش، وجودين على اليمين خيمينيز، على الشمال لويز جابي وساول الاثنين في قلب الوسط، على اليمين كوكي، على الشمال كراسكو، كل اثنين مهاجمين توريس. اتلتيكو مدريد بدا الشوط الاول ماسك كوره، ضغط على ريال مدريد ضغط عالي جدا اول 15 دقيقه لحد ما جابوا الجولين. الجول الاول جه في اول 12 دقيقه، الجول الثاني جه في اول 15 دقيقه. فضلوا ماسكين الكوره وضاغطين لحد دقيقه 20، وبعد كده ريال مدريد مسك الكوره كليا باقي الشوط. اتلتيكو مدريد كان قافل المساحات او المفاتيح على ريال مدريد، وكان مقرب المساحات، كان قافل المفاتيح اللي هي مفاتيح العرضيات، يعني كان قافل على مارسيلو ودانيلو، كان قافل على دانيلو بلويز وكاراسكو من ناحيه اليمين، وكان قافل على كوكي وغيمينيز كانوا قافلين على مارسيلو، كانوا مضايقين عليه المساحه اللي هو ما يعرفش يرفع عرضيات. اما الجول اللي جه فيه جه من خطا فادح من قلب الدفاع، يعني من قلب الدفاع جه منهم الجول، لان سافيتش وجابي وغيمينيز ضغطوا على بنزيما اللي هنا وسابوا العمق تماما سافيتش وجابي، وبالتالي جه فيهم الجول. ريال مدريد بدا بخطه 4 4 2 على شكل الدايموند زي الماتش اللي فات. بدا في حراسه المرمى نافاس، على اليمين دانيلو، على الشمال مارسيلو، فاران وراموس الاثنين في قلب الدفاع، في القلب كاسيميرو، على اليمين كروس، على الشمال مودريتش واسكو، تحت اثنين مهاجمين بنزيما وكريستيانو. ريال مدريد بدا الشوط واخد المباراه كسهله، وكان بيتقدم كتير مارسيلو ودانيلو، وكان طول الشوط بيبقى فيه مساحه كبيره جدا بين دانيلو ومارسيلو وفاران، والجول ده جه بسبب كاسيميرو. كاسيميرو كان بيتقدم كتير وكان بيبقى سايب مساحات وراه، ولكن الجول ما جاش من الخطا ده، الجول جه من خطا الركنيه. الركنيه كان قبل ما الكره ترفع كان كاسيميرو ماسك ساول كويس جدا، وكان مضايق عليه جدا. بعد ما الكوره ابتدت تترفع كاسيميرو ساوي خالص وبص على الكوره، وساول اتقدم وراح رافع العرضيه ورافع ارتقاء كويس جدا، وراح حط جول بدماغه. اما الجول الثاني جه من ضربه جزاء صحيحه، وقع في الخطا دون فاران. فاران وقع في خطا فادح جدا جدا جدا، اللي هو ساب توريس يتقدم خالص، وبعد كده راح شاله من على الارض ودخل الهدف الثاني. في الشوط الثاني نزل ريال مدريد المساحات اللي كان مقربها اتفكت تماما، والباكين بيتقدموا كتير وبيسيبوا مساحات كتيره في ظهرهم. وفي الدقيقه 56 خرج خيمينيز خرج وجاميرو نزل، ونفس الدقيقه برضو توريس خرج ونزل توماس بارتي، وكوكي في الدقيقه 76 خرج ونزل كوريا. التشكيل اتحول تماما لطريقه 4 3 3، والتشكيل اتلخبط خالص، وسيميوني فشل اللي هو يلعب بالتشكيل دون تماما. ودون بقى تشكيل اتلتيكو مدريد بعد لما سيميوني عمل تبديلاته، وده التشكيل اللي معرفش يلعب بيه سيميوني تماما. تشكيل بقى 4 3 3، في حراس المرمى اوبلاك، سافيتش وجودين قلب دفاع، على اليمين لويز، على الشمال توماس، وكان عليه لغط كتير جدا توماس يلعب في باك اليمين، هو مكانه مش باك يمين. جابي بقى في القلب، على الشمال ساول، وعلى الشمال كوريا بعد ما نزل بدل كوكي، وبقى هنا في اليمين جريزمان، في الشمال كراسكو، تحت مهاجم وحيد جاميرو. التشكيل ده ما عرفش يلعب بيه تماما، وخاصه ان توماس كان بيسيب مساحات كتيره في ظهره هنا، وكان بيستغلها رونالدو ومارسيلو، كان بيستغلوها تماما كتير جدا ورا توماس بارتي. اما هنا في الناحيه دي ما كانش بيستغلها كتير، لان ده مكان فليب لويز. اما ريال مدريد نزل مقفل المساحات، عرف يقرب المساحات من بعض الاول، اللي هو يقفل على مفاتيح اتلتيكو مدريد، والباكين عرفوا يهربوا من الرقابه ويرفعوا عرضيات لبنزيما ورونالدو الاثنين اللي كانوا في القلب. في الدقيقه 76 خرج بنزيما ونزل اسينسيو، و77 خرج كاسيمير ونزل فاسكيس، و88 خرج اسكو ونزل موراتا. التغييرات دي اتعملت عشان يريح اللعيبه الاساسيه وينزل بدلهم اللعيبه البدلاء اللي هم يريحهم عشان الماتشات المتبقيه في الليجا اللي هو يقدر بيها يفوز الدوري. اللي هو خرج بنزيما عشان بنزيما بيشكل له مكانه كويسه جدا في مكان المهاجم، اللي هو بينزل لتحت وبيسند عليه اللعيبه وبيبتدي هو يوزع اللعب،
وكاسيميرو طبعا طبعا عامل حاله كويسه جدا في نص الملعب، وهو هولد ميدفيلدر في نص الملعب اللي هو بيحرك الفريق كله وبيقفل المساحه دي صح. عشان كده خرجوا نازل فاسكيس واسكو، خرجوا عشان بنزيما في ظل اللي هو مصاب، اسكو بيبقى مكانه بيعرف يلعب كويس جدا. ودي كانت التشكيله اللي في النهايه خالص في نهايه الماتش، عشان كان خرج اللعيبه الاساسيه عشان يريحها عشان لا ليجا، وكان نافاس في حراسه المرمى، راموس وفاران الاثنين قلب دفاع، دانيلو راموس باكين يمين وشمال، كروز بقى جه في اليمين بعد ما كاسيميرو خرج ونزل بداله اسينسيو، واسينسيو بقى في اليمين بدل كروز، ومدري ازاي ما هو مدري هيبقى عليه ضغط كبير جدا عشان يلعب كل الماتشات اللي في الدوري عشان يقدر يكسب بيها قبل نهائي كارديف اللي في 3/6. وبقى فاسكيز في اليمين وكريستيانو في الشمال ومراتا في القلب بعد ما خرج بنزيما ومراتا بقى بداله في القلب. ودي التشكيله اللي كانت في نهايه الماتش عشان يركز بيها زيدان الماتش، يعني يركز بيها في نهائي الماتش عشان يقدر ينافس على ليجا، ينافس برشلونه. وفي النهايه احب اقول لكم حاجات بسيطه، ان شاء الله باذن الله في ماتشات افريقيا بتاعه الاهلي والزمالك، ماتشات الاهلي هبقى احللها على القناه هنا في كوره ملعبك، اما ماتشات الزمالك احللها في القناه الثانيه بتاع برنامج زملكاوي، سيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت مع كل مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي، فيسبوك تويتر انستجرام سناب شات، كل حاجه سيب لكم في الديسكربشن تحت. والبطوله العربيه برده ماتشات الزمالك هتبقى على القناه الثانيه، ماتشات الاهلي هتبقى هنا. وفي النهايه اكيد يعني قعدت كتير اقول النهايه، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه وفعل النوتيفيكيشن عشان اول لما انزل حلقه جديده يجي لك اشعار او تنبيه او نوتيفيكيشن، سميه زي ما تسميه عشان يوصلك الحلقه طول وتخش تتفرج عليها، واعمل شير في الخير. وكان معاكم مصطفى، سلام.